برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نور سات، معالي السيد حسين باشا المجالي وزير الداخلية الأسبق، حيث دار الحوار مع الضيف حول موضوعات عديدة، منها رؤيته للأردن في مئويته الثانية، والوئام الديني الذي يجمع أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، ومسيرته الطويلة في المجاليين المدني والعسكري، حيث أكد المجالي خلال اللقاء على أن حالة الوئام والعيش المشترك الذي يعيشه الأردنيون هو نموذج فريد يحتذى به على مستوى العالم. المزيد في هذا الحوار. أنت ضيف على نورسات، نورسات الفضائية ونورسات الأردن، وفي الأردن إحنا في هذه الأيام ما زلنا في أفياء أسبوع عالمي هو أسبوع الوئام بين الأديان، وهي مبادرة التي قدمها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الوئام وملك السلام، واللي تكرمه كهاشمي وكملك أرد لهذا الوطن، تكرمه كرمته الشعوب كثير. شو بتقول عن الوئام الأردني؟ ما بنقدر، مش راح نخليك تطلع من هون باشا بدون ما نسمع منك تجربتك وشهادتك الكريمة. ستي أول شيء ما فيش تجربة، يعني وجودي في هذا المكان وفي حضرتك أبونا هذا يعكس ما نظرة الأردني إلى الوئام. يا سلام. هذا يعكس، ومش كل واحد فينا حامل رشاش ومسدده على الثاني. لا طبعا. ويضع ترس الدين. نعم. ننسى الإنسانية؟ الإنسانية تجمعنا. وشو الرسالة؟ شو الرسالة التي أنت تنقلها؟ أنا يا سيدي أنقل، والزميل اللي موجود معانا كان إلي حديث في 2010 لما قلت نحن قبل أن نكون مسلمين أو مسيحيين أو يهود نحن بشر، أنت إنسان وأنا إنسان، هدفنا الأسمى هو هدف واحد، لدينا اجتهادات في الوصول إليه، لا نختلف بنقطة البداية ولا نختلف في نقطة النهاية، نختلف في الأسلوب. أنت وأخوك من أمك وأبوك بدكوا تروحوا على منطقة، أنت تأخذ طريق وياخذ طريق، هذا لا يعني أنتم مختلفين على أي شيء. ما أقوله لصالح الإنسانية التي كرمها رب العباد، التي كرمها رب العباد وهي نعمة من رب العباد، يجب علينا أن نترفع عن سفاسف الأمور وننتقل إلى الهدف الأسمى، إلى الوئام، إلى التآخي، إلى الصدق، إلى التعامل الطيب ما بين بعضنا البعض. أنت لا تختلف عني وأنا لا أختلف عنك، أنا أذهب إلى الجامع وأنت تذهب إلى الكنيسة، ولكن نحن أردنيون أصحاب رسالة واحدة، فما يجمعنا قريب من 100%، وما بديش أقول ما يفرقنا لأنه ما في شيء بيفرقنا، ما يجعلنا نختلف عن بعض 1%، 2%. فالجوامع بيننا كإنسان وبشر هي أكبر بكثير مما قد يفرقنا. أدعو جميع الإخوة والأخوات المستمعين أن لا يسمحوا لأنفسهم بأن ينزلقوا وراء مهاترات ووراء جهل أصبحنا نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، جهل قاتل، هذا هو أسوأ أنواع الإرهاب سيدي.